العربي بيتنا القبيل عروسة البحر لبن جبنا نستو البحر شكله حدفل عروسته كلب البحر رحت مع رجل نكون اشوف يسرى من غيري لا ما انا عم هفهمك ما هو اصلا كانوا ده كانوا بعتين لي دعوه معايا يعني كانوا بعتين لحضرتك دعوه معايا اتفضل هتروح انت كمان يا بابا لو في النبي يا شيخ بعدولك معايا يا كدابه كلب البحر دي باسمك ما في اي حاجة ما انا وانت واحد يعني ده انت ابويا فهيدخلوك اكيد باسمي صح ممكن استنى يا حاج حرفي انا رايح مهرجان الجونه وعايز هناك بعتين لي دعوه نعم مكرم مهرجان خلص من تحت ايام كلب البحر انت يا زفته كلمي اخوك يقولي له ما يتاخرش النهارده من عينيا انت فين الله يخرب بيتك ده البيت كله مقلوب انت ابوك هيعلقك اتاخرت ليه كل ده ابوك عامل لي زحق في البيت وعامل لي كسر في كل حاجه في وشه واحتمال يطلع ماما وبيقول ان في ظرف 5 دقايق لو ما كنتش قدامه هيعلقك ولو ما حدش تيجي في 5 دقايق اهرب اهرب ما تجيش احسن لك تعالى بسرعه الله يخرب بيتك ايه ايه في ايه في يا بابا في ايه ايه ده مالك يا زفت في ايه ايه هو هو فين بابا ابوك في الشغل شغل لا هو ما فيش حاجه اصلا انا قلت لك بس كده عشان استعجلك تستعجليني